إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم، قناة The Crypto Coins Academy، أكاديمية الكريبتو. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. جدا إن شاء الله غادي نديرو إن أناليز تكنيك ديال جوج ديال العملات اللي هما عندهم بوكو بوكو دو بوتونسيال. واحدة معروفة شوية بزاف والثانية يلا غادي تعرف شي شوية. الأولى اللي غادي نشوفو اللي هي ما معروفاش بزاف، مي صافي با لونتون بانها كاينه، صافي جو بو دير تبدات في لو 13 ديسمبر الان. هي عمله ديال الهاي ستريت. اوكي الهاي ستريت هي هادي، غادي نشوفوها من بعد نهضروا عليها، شوفوا فين كاينين دابا. اوكي دونك هذا ماشي بدينا يعني الكوتاسيون ديالها حتى الان. اي العمله الثانيه هي اكسي انفينيتي، لي بلو كونو، يعني بدات تقريبا قبل في شهر يعني نوفمبر 2020، دونك تقريبا عام ونص ابري وعام كيلكو مو. دونك لي دو ان شاء الله غادي نديرو لهم الاناليز ديالهم، نشوفو واش هاد الجوج هادو سيرتو هادو سيدي هما لي عملات اللي عندهم علاقه بالجيمين، يعني اوكي بالعالم الافتراضي الميتافيرس اي يعني الالعاب ديال لي جو فيديو وداكشي. دونك لي دو عندهم يعني من التحاليل اللي شفت يعني ديال المختصين بان غادي يكون عندهم مستقبل كبير 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 بزاف. دونك سا فو دير كو احنا شفنا ديجا هادي ديال يعني انفينيتي اكسيس انفينيتي اكسي انفينيتي، فهي ديجا دارت واحد ان بون ديال 2900 3000%. اوكي وعاود كثروا التراسي دابا. اوكي دونك الماضي لا يعني ما تيغارونتيش المستقبل، لا يضمن المستقبل، فضروري ما كيعنيش بان هذا 3000 بانها تعاود دير 3000، مي حنا اون فالي فوار لاناليز تكنيك فوار واش كاين شي بوان دونتري مهم اللي خلينا اننا نسبيري او موا واحد بورسنتاج ici لا درنا تقريبا ici 100% ولا شي حاجه كومسا. اوكي بوغ لو مومون لاناليز تكنيك ما غاديش نشوفو واش القاع اللي غيدينا 1000%، سا سبو، مي اوسي انه يقدر يكون يعني ان غوتور ديال كيلكو سومان ولا كيلكو جور ديال واحد 100% ولا شي حاجه كومزا، سكي اكسيلون ديجا. اوكي دونك نرجعو نشوفو الهاي هاي هاي هاي، فهي من لي نوفيل اللي هما كوتي صافي با لونتون، يعني من 13 ديسمبر الان، مي من 13 ديسمبر الان فهي يعني شحال ضيعنا ونا بيردو شحال 82%. اوكي دونك حنا درنا غادي نحيدو هاد الاناليز هادي اللي كاينين هنا، غادي نديروهم اوفير ميجور. اوكي دونك حنا كنشوفو هنايا بانه مازال كنهودو هذا الاسبوع، هذا الاسبوعي الاسبوع ديال لو 17 جانفي، حنا مازال توجور في هاد لا بيس هادي ملي بدينا حنا تنبيسو، يعني ما كانش شي ما كاينش انكور اون سومين فيرت. دونك الا كنا مقامرين يعني ماشي تريدر، لي تريدر ما كيقامروش، دونك انا ان شاء الله في الفيديوهات المقبله غنديروا الشرح الاختلاف ما بين المقامرين اللي كيقلبوا على لي 4000 لي 10000 لي 20000 لي 70000%، وما بين الناس اللي هما تري سيريو في التريدين ديالهم اي كيقلبوا على لي بون مومونتوم لي بون تايمين باش يدخلوا في لي مارشي ويربحوا دي 40 دي 50 دي 100%. حبه كيقول لك حبه يعني نقطه نقطيح من الواد، كاين اللي باغي الواد حمل ديجا وكاين اللي باغي الواد يحمل بشويه بشويه. دونك انا من منظرين اللي كيقولوا خاص الواد يحمل بشويه بشويه ما يحملش مره واحده، فالواد الا حمل مره واحده اش غيدير؟ يقدر يفيد يا اما نخسروا الفلوس ديالنا كامله او نديروا ربحه كبيره. اوكي دونك هذا كيتسمى قمار ماشي تريدين، مغامره ماشي تريدين، مي ان شاء الله غيكونوا دي سوجي اللي غنتكلم عليهم في المستقبل على هذا. دونك هاي ملي بدينا حنا تنهودو دابا شنو عندنا جوج الشوز، سواء نشوفو نقطه ديال التحول ديال الاتجاه او نمشيو ندخلو في الشونجمون ديال التوندونس هادي. لاحظوا هنايا حنا اوني ici on daily حنا غادي نمشيو ميم ل 4 اوكي اوكي يا ماما كوم سا اي سا سي لي 4 ديالنا.
دونك لاحظوا بانه دوبي لانتروديكسيون حنا مازال غاديين موجودين ومازال توجور ريان نو نانديك باننا راحنا اوني يعني في ان شونجمون توندونس او لا يعني توجور غاديين توندونس بيسيار يعني القاع غادي يتهاودوا القيعان ايو القمام غادي يتهاودوا اوسي دونك مازال توجور اوني توجور توجور في ان توندونس بيسيار دونك المهمه ديالنا هو اننا نكونوا مقامرين ونقول اوكي يا راه حنا وصلنا للقاع واش وقلنا واش وصلنا فريمون للقاع لا احد يعرف ما كاينش واحد اللي هو نبي او رسول عنده الله عطاه العلم باش يعرف بان هاد العمله هادي راه وصلت للقاع وانها غدا غادي تطلع كومسا il va faire des flammes comme ça اوكي ça existe pas personne qui يقول لك شري دابا باش غدا تطلع فهو تيكذب عليك وانا ما نكذبش عليكم انا نقول لكم الحقيقه دونك حقيقه اللي هي مبنيه على العلم لاناليز تكنيك ايتو سا دونك اون ميمكنش لك تشري وهي مازال تيعود اوكي لي زاميريكان يقول لك يعني كيجي يقول لك ما تشدش يعني سكين هو طايح غادي يطيح اوكي غادي يقطع لك يدك وغادي يجرحك اوكي دونك كاتش اوف فالين نايف او فالين نايف سا فدي كوتو اللي كيطيح اوكي سا فدي سي ان كوتو مازال كو دونك واش نشريو دابا ولا لا كيما قلت لكم الا كنتو مقامرين مغامرين كتقلبوا على يعني باش كومون ابل دي تريد ديال 10000 بيرسون 10000% سون بازي سو سولمو على الحظ فازي فا بتات كون وصلنا للقاع ولكن مازال ما عرفناش حنا غادي نشوفوا واش وصلنا للقاع ب دوتر شوز اوكي نحاولوا بريدير واش وصلنا للقاع دوتر شوز اول حاجه غادي نشوفوا شنو هما لي نيفو اللي عندنا مهمين هنايا نمشيو للويكلي ونشوفوا واش كاينين شي نيفو اللي باينين في الويكلي مازال ما يبانش لينا لي نيفو في الديلي اوكي غادي نشوفوا في الديلي ونرسموا هذوك لي نيفو اللي تيبانوا لنا مهمين كوم دي نيفو اللي كان فيهم البري في الماضي الى رياجي لهذوك لي نيفو ديال سبلاي ان ديماند اوكي لو نيفو دو لا دوموند اي لوفر اوكي حنا تنشوفوا هذوك ما ننساوش شموع القيعان تاع هما مهمين اوكي ما غنمشيوش نشوفوا لك البعد الفوق لانه بعاد علينا مي نشوفوا اللي قرب لينا اي شوفوا هادو هنا اوكي دونك حنا اون فوا ايسي في الديلي بانه سي تري كلير ايسي مازال حنا في لا ان توندونس بيس لكن فريمون تكنيك ناس اللي باغيين يديروا الاناليز تكنيك يدخلوا بطريقه علميه فضروري ضروري اننا ما نشروش جامي الا ما كناش فتنا كاسينا هاد 1060 اوكي هاد لو 1060 ici هاد je veux juste voir si je peux trouver un rectangle ici هاد 1060 هادانا سي مهم اننا نكاسيو قبل ما نقولوا بان اون شانجي لا توندونس اي اون سون فا ان او اوكي بور لو مومون حنا مازال تحت دونك هذا هادي مهمه دونك سي اون سوي لا لوجي ديال لا لوجيك ديال الاناليز تكنيك فملي ما رسناش هاد القمه هادي فحنا توجور نكونوا باقيين في توندونس بي سي اوكي با هذا ضروري اوكي الا اعتمدنا على الاناليز تكنيك اي سا فدي حتى الى لو بلو يعني لو بلو اوبتيميست زعما هو اننا نشدو نشرو من هنا ونسبيري ونمشيو للفوق واحد 100% كوم سا كي بلوس كو 100% حنا نقلبو عليها حنا نديرو كاع ان انالوجي باننا شرينا في هاد البلاصه هادي وطلعنا دونك وعاود البري طلع دونك غنوصلو واحد 270% 277% اوكي دونك هادي سي لو بليز اوبتيميست لا تبعنا لاناليز تكنيك اوكي الا شدينا وحسبنا بان هذا هو القاع بور لو مومون في ان سومبلون ديال دابل توب لو دابل توب اول يعني اوبجيكتيف ديالو هو هذا سي يعني الا اخترنا بان هذا سي لو بلو با فهو غيجيبنا لهنايا لهاد 14 15 يعني سانو دون واحد كوايسي
36%. Okay. Mais ça, c'est rapide. Okay. Donc, on va voir juste si on veut. Je m'excuse, je vais juste faire le. Ok. Donc, on a qu'un chauffeur manuel. Donc, il a 10,50 ou 10,60. Il a l'objectif là, on a 14,50. Et on a l'objectif. Ok. Le deuxième objectif, il a la Fibonacci comme ça. Enfin, يعني نحيدو هاد اللوغ هادي باش ما يجيناش داكشي مزيان. دونك هذا هنايا ونشوفو لي نيفو اللي غيقدر يكون فيهم. يعني دونك هادو هما النيفو اللي غادي نلاحظو. دونك لا عملنا بان قلنا بان وصلنا للقاع هنايا كنلاحظو ان هاد لوبجيكتيف ديال هاد الباترن هذا هنايا هو 10.51 سي بري دي 14.51 je m'excuse, les wajada mal 23% de Fibonacci. Donc, c'est l'objectif. Tiens, l'objectif, c'est les lignes. Objectif, c'est des lignes. Ok. Des objectifs réalistes. Ok. Donc, c'est Mohimin. C'est des objectifs qui peuvent le prix à nous dans le futur. Et une autre chose qui peut arriver, c'est que nous allons utiliser ça. Il faut que nous allons utiliser ce 14.56. Il a cassé ce 14.56. Ça veut dire que la tendance va être marchée dans cette façon. Comme ça, يعني الا طلعنا هنايا بروبامون طلع كوم سا نعاودو نرجعو نعاودو نمشيو بلو هو اون فيزرا بيتات هاد لي نيفو هادو ضروريين ديال 50% مع 68%. اوكي دونك هادو ضروريين يكون كوم سا تكنيكمون. هادو زي شوز كي بوف اريفي فاسيلمون رابيدمون لي بروشان سومين بهاد الطريقة. جو ميكسكوز. دونك est-ce que هاي وصلت للقاع؟ On le sait pas. On va voir un peu techniquement واش كاين شي حاجة اللي تقول لنا بأنه وصل. الماك دي غنديرو الماك دي ولو غيس غنحيدو ما محتاجينو شي هنايا. اي غيس غنحيدو هذا. غادي نمشيو نشوفو في الكاترور واش كاين شي ديفيرجونس واش كاين شي حاجه اللي هي لو بري حنا نشوفو بان وصلنا وف يعني سي سور كاين ديفيرجونس لي بوزيتيف ما بين الماك دي مع البري. بري تهود والماك دي طالعه دونك سا نوز انديك كاين بروبابلمون ان بتي مومونتوم دو بوزيتيف. مي كوم جو دي لامبورطون سي دو نحيدو هاد الفيبوناتشي هذا باش يبان البري ساهل كم بغينا كيف بغينا نشوفو. اوكي دونك لاحظنا هنايا بان غادي نحيدو هاد اون بتيت ديفيرجونس بوزيتيف مع الماك دي. اي شوز امبورطونت اوسي هاد لا ديسونت من هنا لهنا انت نشوفو هاد ديجا هاد الشمعة هادي اللي كانت كبيرة وهاد الشمعة شحال من شمعة باش درناها. C'est sûr, il y a un momentum positif. Il y a un peu de volume. Donc, il y a de la demande ici vers les niveaux d'eau, c'est sûr. Donc, ce qui peut, ça veut dire que il a ça va propulser certainement le prix plus haut, aller plus haut vers les domaines. Donc, high, on va surveiller si on est capable de spotter, comme on dit, le plus bas ici. Est-ce qu'il y a un triangle descendant ou là un wedge? On va le voir en marché descendant, mais on va le faire comme ça.
Donc on a là comme ça. Okay. Et on a un autre ici. Ou l'indiro, on en a peut-être. Donc on a quelque chose qui ressemble à un. C'est presque vrai, presque un canal. On va faire un canal. Même pas un wedge, mais un canal. Okay? Donc, canal ici. Techniquement, on va faire le canal et on va voir. Il a dina ici, ici, ici. On va chauffer le canal là, là. L'ahna ben la ligne médiane dialou, on va changer la couleur de chez Ibellina. On va hidou un petit peu de le background. Ok. L'ahna ben le canal ici. La ligne médiane dialou, de mettre mzien. Donc il a tlana ou kassina hada, les wa qui coïncide mal la ligne médiane, favori dina sûrement. لهاد لوبجيكتيف اللي كنا قلنا هنايا ديال حنا نعاودو نرسموه هاد لا اوكي فهو غي جبنا هنايا السؤال هاد ال 14 هادي 42 14 كيك شوز ايسي اللي هي كوانسيدي مع هاد النيفو هذا زينا هاد لا زون هادي غادي نرسموها اون زون دو هاد لا زون هادي Un problème avec ce logiciel là. Bon, j'arrive pas à le dessiner, mais c'est ça. La zone AD, elle fait une zone de beaucoup de demandes ici, beaucoup de supply, beaucoup d'accumulation qui ne fait pas passer. Donc le prix réagit certainement. Okay? Donc, hadaf pour High Street. High Street, un potentiel d'Alka. Et après ça, un retour de tendance vers le haut. OK? On se chauffe au Axi. Axi Infinity, c'est deux choses. C'est différent un peu. Il y a. Amla, on a déjà un vécu. Déjà, quand tu as eu un vécu, tu as eu un vécu. On va voir. Déjà, on va voir une canine par rapport à la tendance de la Kibera. Les quintes. Ok. On va voir ici le 50% de la tendance. On a le niveau de 50%. Ok. Le niveau Mohim, on a 68%. On a le niveau des canines. Les crèbes, le niveau de 0, 0, 12, 10 et. هذه جي ميكسوز اللي درتها مع بي تي سي اوكي مع بوت كون سي ابري لا ميم شوز مع الدولار دونك لاحظوا ان عندنا دو نيفو فيهم بوكو دو كونفليونس هذا النيفو ديال 50% اللي طلع وهذا النيفو ديال 61.8% دونك اللي هو بيشري ا لون تيرم عنده دو بوان دونتري اي فا اشتي بروبابلمون ا بارتير ديسي هاد لي بوان هذا بوغ الي بلو هو او اللي يشري عاوتاني une autre quantité mais là, le point là. Les deux points sont très importants pour monter en haut donc là le haut doit être est-ce que le robot les gagne d'abord ou Salina ou les Mazel là dert quand tu as fait j'ai هاد القمة هادي هاد القاع اللي هنا وهاد القمة التانية اللي هنايا ودرت ليكستونسيون في بوناشي سا مو دون 1 2 3 سا مو دون دابور 78% ici مع 50% اللي شفنا ديال هاد يعني هاد لا جامب اوسيير اللي كانت عندنا هنايا ومع هاد النيفو هذا اللي مهم هذا اللي كنا كاسينا في الماضي وحنا تيستينا لو 1% لو 100% جو ميكسكوز جات مع هاد النيفو هذا اللي هو مهم اي او ميم طون جات مع النيفو 61.8% ديال هاد
لا جنب كامله اللي كان طالع هنا. دونك الا درناها كوم سا لا جنب يعني شدينا ايسي ا ايسي ف 50% ديالها هي هذه 61% هي هذه. سي بور سا هاد لو بوين هذا سي ان بوين دونتري ايديال. لو دوزيام بوين دونتري ايديال هو هاد لو بوين هذا اللي هنايا ديال 100%. دونك اون بو انفيزاجي الى رجعنا لهاد النيفو هذا هنايا فاست ان بوين دونتري اشتي ان كونتيتي. بي لو دوزيام بوين ايسي الى عاود هو تكمل اون اشوت دو فوا بلوس لا كونتيتي. دونك شري الى شرينا هنا 100 اكسي فانا نشري 200 اكسي اوكي ف 61% ايسي اوكي. دونك سا سي تكنيكمون بازي سو تكنيكمون ارجو نديرو دوك لي كانو ديالنا نشوفو هاد لو بوان هذا علاش هاد لو بوان هذا سي ان بوان ديجا كونستيتي الى الى خدينا يعني فين كاين البري دابا وعلاش واقف في هذا المستوى اللي كاين فيه دابا. حنا غادي نرسمو كانال كوم سا اوكي. هاد الكانال هذا ملي كاسينا اون فالو كلوني اي اون فالي ايسي. دونك هاد الكانال هذا اون فوا اننا قراب ليه هنايا يعني نعاودو نهودو لهنا. دونك سي بور سا كو جي دي هاد لو بوين هذا هنايا سي ان بوين لي هو يقدر يعطينا اننا نطلعو كومسا. وهذا سا كوانسيد مع لوغو ديال الكانال ديالنا هنايا لو بلو هوم ايسي اوكي. دونك هاد لو بوين هذا دونتري سي سا الى كاسينا ف ان كلوني انكور اون دوزيام فوا. سي بور سا هاد لو بوين هذا ايسي soit de la médiane ici, on a juste un point. Et là, on a la même chose. Okay. Donc, je trouve une quantité x ici, et je trouve une deuxième quantité 2x ici, fait le point là, qui est un point. Les deux points, les oma, c'est des points, les oma, moyen, un grand potentiel d'achat. Donc, accès infinity. Là, on n'est pas loin d'un point d'entrée qu'on a fait déjà un aïe. Venez, il touche, il chouille un aïe. Deuxième fois, on chérie. Ou là, on voit que mal franchi le tanine. Ok. C'est ça, on a le potentiel qui est un aïe. Diel, chalad nana. Le premier, mia filmia. À peu près. Le tani, mios vastin filmia. Donc, du beau potentiel d'aller en haut. Pour accès infinity, ok. Donc, pour résumer cette vidéo, a dit, on a presque, on est presque à un point de l'arrêt. Donc, deux points d'entrée. Soit on rentre ici, soit on rentre sur la cassure de 10-60. Et accès infinity, on a deux points d'entrée ici, vers 16-45 ou la 12-10, ok. Donc, c'est les deux points d'entrée intéressants pour Axie Infinity et High Street. Okay? Donc, j'espère qu'on a de la vidéo à t'expliquer un petit peu le type d'analyse technique qu'on peut faire. Bashim Kilinan détermine les points d'entrée les plus optimaux, les optimales, les neuf. Les rois à 9 et yani, mais j'ai la chance, mais la probabilité kbira à 9 prix là. Ok, donc comme qui fait maintenant accès infinity ici à le point 50% ou le point 61,8%. Donc, tu me l'as dit, connaître vidéo, je vais être comme il a bien canard. Déjà, merci beaucoup pour votre encouragement. Il a qu'une tout mazel, mais je le touche sur le canard. فمرحبا بكم تسجلوا داكشي باش تشجعوا القناه ان شاء الله وديروا اللايك ديالكم باش ان شاء الله تعمل الفائده في المستقبل القريب ان شاء الله. ميرسي بوكو على لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.